كيف يحفظك الله؟ أولا بدعائه، يا حفيظ احفظني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، واسأل الله الثبات. أيضا أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فإن الله يرسل عليك من يحفظك. أيضا منها أن تكرم وفادة الملائكة، الملائكة العباد المكرمون الذين قال الله عنهم وإن عليكم لحافظين، لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تجعل في بيتك صنما، الصور المجسدة ولا المعلقة، ولا تجعل فيه كلبا أو غيره مما يطرد الملائكة، فإن البيت يكون وحشة. أكرم الملائكة، البعض منا يهينهم، يهينهم بسماعات محرمة، ولذلك بعضنا بجلسات محرمة، معاصي شيشة ومعاصي ولعن وشاشات فيها قاذورات وموسيقى ونساء عواري. وين يجيك الملك هذا الذي جعله الله عليك حافظا؟ كيف يحفظك وأنت لا تحفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. منها أيضا دعاء خروجك من المنزل، فبعضنا أحبابي ينسى عند الخروج أن يقول بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول لك الملك؟ هديت ووقيت وكفيت، محفوظ خلاص، ما أحد، لا شيطان إنسي ولا شيطان جني قد حفظك الله، فلا تنسين ذلك. أيضا أذكار الصباح والمساء مما يحفظ الله بها العبد، وذلك بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس، قبل بعد صلاة الفجر وقبل الغروب هو أفضل أوقات الذكر، وكلما ازداد ذكرك كان ذلك زيادة في حفظك، زيادة في حفظك. وإذا بغيت تشوف مستوى حفظك انظر إلى مستوى صلاتك وأذكارك، إذا كانت نقرا فالحفظ لك على المستوى هذا. فإذا أردت حفظ الله جل الله يحفظك الحفيظ سبحانه، فعليك بأن تحفظه بالذكر الذي يحفظك الله به، أيضا بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنها تحميك، فإنها تكفيك، فإنها تشفيك. ولذلك عندما يقول الإنسان ومن شر غاسق إذا وقب، إيش معناها؟ يعني يا ربي أعوذ بك، ألوذ بك، أنكسر بين يديك، أظهر ضعفي بين يديك، من شر كل شر لا تراه عيني يدخل في. هذه أيها الأحباب بعضا من الثمرات ذلك طمأنينة وتوحيد وسعادة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين بحفظك، واكلأها برعايتك وبلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.